بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة المشاهدون الكرام، أهلا بكم على مائدة القرآن، نتلو كتاب ربنا ونتدارسه فيما بيننا. عسى أن تحفنا الملائكة وتغشانا الرحمة وتتنزل علينا السكينة ويذكرنا الله عز وجل في من عنده. ونستأنف بقية سورة القلم، وقد وقفنا في اللقاء السابق عند الآية 47. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاصبر لحكم ربك. فاصبر لحكم ربك. ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. وما هو إلا ذكر للعالمين. وما هو إلا ذكر للعالمين. بارك الله فيكم. هنا قول الله تعالى فاصبر لحكم ربك، الفاء هنا اللي مجاور لها في النطق الصاد، فاصبر نطق، لكن هي فاء وبعدين ألف وبعدين يصبر، فاصبر يعني، لكن هنا الفاء مجاورة للصاد في النطق، فبعض الناس بيفخم الفاء لمجاورتها للصاد فبيقول ايه فاصبر. طيب بعض الناس تعود في العامية ان يقول ايه بدل يصبر يقول لك اصبر، فهنا يقرأ القرآن بالشكل ده فاصبر، لا هنا فاصبر نعمل همس للايه للصاد وتفخيم، يبقى ايه نرقق الفاء ونفخم الصاد. فاصبر لحكم ربك. فاصبر لحكم ربك. الخطاب لمين؟ لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، مش كده ولا ايه؟ لان اصبر على إيذاء الكافرين فاصبر لحكم ربك. وقال له في سور اخرى في سورة الاحقاف في اخرها فاصبر كما صبر ايه اولو العزم من الرسل، سيدنا مين؟ نوح، إبراهيم، موسى، عيسى، محمد صلى الله عليه وسلم، قولوا العزم من الرسل دول. فهنا إيه فاصبر لحكم ربك. ثم قال له ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. هنتعرف على الوقف والابتداء هنا، لأن في بعض الناس بتخطئ بتقول ولا تكن كصاحب الحوت وبعدين يبدأ يقول لك إيه إذ نادى وهو مكظوم. إذ هنا ظرفية يعني إيه؟ يعني ظرف ايه زمان، صح؟ يعني يقولوا لا تكن يا رسولنا
كيونس ساعة أن نادى وهو مكظوم. لكن لو قلنا ولا تكن كصاحب الحوت كأن هذا تنقيص من شأن يونس عليه السلام. لا ده بقول له ما تكونش زيه، ما تكونش مثله في ساعة ما إيه؟ ما نادى وهو مكظوم وهرب من قومه وتركهم ويأس منهم في الحالة دي بس. لكن سيدنا يونس من الأنبياء والمرسلين، فكل الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. فعشان كده ولا تكن كصاحب الحوت وبعدين أقول إذ نادى وهو مكظوم، هذا خطأ شنيع. فزي كنت توصلها مع بعضها، هتوصلها يلا ولا تكن كصاحب الحوت مع بعض. ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. طيب إذ نادى وهو مكظوم يعني إيه؟ مكظوم يعني إيه؟ واحد ما يكون مكظوم يعني إيه؟ مغتم ومغتاظ، مملوء غما وغيظا. طيب من يقص علينا قصة يونس عليه السلام باختصار؟ تفضل يا يحيى. سيدنا يونس عليه السلام عندما يأس من قومه في استجابة دعوته ذهب إلى الفلك المشحون وهي السفينة، فعندما ذهبوا أتى الموج بالكثرة فكانت السفينة تهتز، فرموا كل شيء في السفينة وما زالت السفينة تهتز. ومن بعدها اقترعوا أن يرموا أحدا منهم. وقعت القرعة على مين؟ فكلما اقترعوا وقعت القرعة على سيدنا يونس. أكمل يا محمد. عندما وقعت القرعة على سيدنا يونس عليه السلام ألقوا به في البحر فالتقطه الحوت. لا إله إلا الله. ثم ماذا قال في بطن الحوت؟ لا إله إلا أنت سبحانك، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. شوف الدعاء الجميل ده يا أولاد، لا إله إلا أنت توحيد، سبحانك تنزيه، إني كنت من الظالمين اعتراف. شفت الدعاء جميل قوي. ذلك الإنسان اللي يكون عنده شوية غم وهم يعمل إيه؟ يقول زي سيدنا يونس لا إله إلا أنت إيه؟ إني كنت من الظالمين. أحسنتم. ثم ابتلعه لإيه؟ ثم ابتلعه الحوت ونادى بهذا النداء. فماذا فعل لما نادى بالنداء ده؟ إيه اللي حصل؟ الله عز وجل قال للحوت لا تكسر له عظما ولا تأكل له لحما، أوحى إلى الحوت وحي من الله. فتن الحوت محتفظ به زي الأم الحنون ومحافظ عليه إلى أن نبذه الله، نبذناه بالعراء وهو سقيم، وكمان أنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 يزيدون. كل قوم يونس آمنوا به لأنهم جاءوا إلى الله بالدعاء والندم والاستغفار. فإلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم إيه؟ عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى إيه؟ إلى حين. طيب لولا أن تداركه نعمة من ربه. الوقف هنا خطأ، لأن لنبذ اللام هنا رابطة الجواب الشرط. طب أنا قلت لولا أن تداركه نعمة من ربه سكت، استفدت حاجة؟ لكن استفاد إمتى؟ لنبذ بالعراء وهو مذموم، أوصلها مع بعضه. كمان لو واحد قال إيه لنبذ بالعراء وهو مذموم، يبقى أثبت أن يونس نبذ بالعراء وطرح وهو مذموم من الله عز وجل، معنى قبيح جدا. إذن الوصل هنا هيعمل إيه؟ هيتمم المعنى، معنى الآية. هنقرأها مع بعض. لولا أن تداركه، يلا. لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. حاجة عظيمة خالص. فاجتباه، يعني اجتباه ربه، اصطفاه واختاره كده، فجعله من الايه؟ من الصالحين. من الصالحين، منص نص، لا من الصالحين. اسمعها منك يا ابني. فاجتباه ربه، فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. اختاره الله واصطفاه وجعله من الصالحين. طيب وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك. يزلقونك يعني يا شباب؟ يصيبونك بأعينهم، يحسدونك، يلتهمونك بأبصارهم،
عايزين يتمنوا للرسول صلى الله عليه وسلم أن يموت، أن يحسدوه، وإن يكادوا الذين، لكن الله حفظه صلى الله عليه وسلم. ليزلقون لما سمعوا الذكر ويقولون إيه؟ إنه لم بدأت بتبرئته من الجنون وختمت بقولهم إنه مجنون، فبرأه الله ثانيا فقال وما هو إلا ذكر للإيه؟ للعالمين. خلي بالك من شيء، كلمة لمجنون هنا لو احنا وصلناها يقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين، المعنى اختل وفسد تماما. ليه؟ لأنها تجعل وما هو إلا ذكر للعالمين من جملة قولهم، فيبقى ايه وما قالوا إنه ذكر للعالمين؟ ما قالوش كده، لكن هذا رد من الله عليهم. لذلك انت ما تقف عند مجنون هتقف وقف لازم، ما ينفعش توصل، لا يمكن توصله. يبقى ايه ويقول انه مجنون، تقف هنا وقف لازم. وما هو الا ذكر للايه؟ للعالمين. نستفيد بقى يا جماعه ان هنا اخر سوره القلم كيفيه وصل اواخر السوره بالبسمله بما بعدها. ليك عندك ثلاثه اوجه جائزه وصل الجميع، اهي اسمعها مني. وما هو إلا ذكر للعالمين، بسم الله الرحمن الرحيم، الحاقة. طيب قطع الأول ووصل الثاني بالثالث. وما هو إلا ذكر للعالمين، بسم الله الرحمن الرحيم، الحاقة. تمام كده. طيب إيه تاني الوجه اللي بعد كده؟ قطع الجميع. قطع الجميع، أحسنت. وما هو إلا ذكر للعالمين، بسم الله الرحمن الرحيم، الحاقة. تمام. إيه الوجه الممنوع بقى؟ إن إحنا نوصل وما هو إلا ذكر للعالمين بسم الله الرحمن الرحيم ونقطع عليه، لأن القارئ سيظن أن بسم الله الرحمن الرحيم هي آخر السورة. ويعني وإنما جعلت البسملة للابتداء، للابتداء ولم تجعل للإيه؟ للانتهاء. يعني ما ينفعش، لا ينفع، ما ينفعش أقول كده وما هو إلا ذكر للعالمين بسم الله الرحمن الرحيم، غلط. تمام كده. يبقى احنا عرفنا الثلاثة أوجه الجائزة والوجه اللي إيه؟ الممنوع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحاقة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحاقة. الحاقة مادة إيه؟ مادة لازم كلمي، لازم كلمي مثقل. مادة إيه يا شباب؟ لازم كلمي مثقل. طيب حق يعني ايه؟ هي اسم من اسماء يوم القيامة. لماذا سميت بالحقة؟ ليه؟ لأن الله يحق الحق ويبطل الباطل، وهي دار الحق. خلاص ما عادش بقى يعني ايه الميزان القسط، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا ايه حاسبين. بالحقة الحاقة، ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. تمام. يعني حق ثلاث مؤكدات، وبعدين ما الحق، وبعدين وما أعلمك يا نبينا أن ما الحق. كل ما في القرآن من وما أدراك فقد أدراه الله لنبيه، وكل ما في القرآن وما يدريك فلن يدريه. يعني قال وما يدريك لعله يزكى، هو النبي يعرف يزكى ولا إيه؟ أبدا. وما يدريك لعل الساعة إيه؟ قريب. لكن لما قال له وما أدراك هيدريه، أي هيقول له كذبت ثمود وعاد بالقارعة. كذبت ثمود وعاد بالقارعة. كذبت ثمود، بعض الناس يقول لك ايه كذبس، ده في بعض الناس يقول لك كذبس، زبس كده، ده ينفع؟ ده قرآن ده؟ بينا كذبت ثمود، تهمس التاء وتخلي بالك من تخرج طرف لسانك في الثاء،
ما اسم هذا الحكم؟ كذبت ثمود. متقاربين. أحسنت، يعني متقاربين، يعني الحروف متقاربة في الإيه؟ في المخرج والصفات. الحروف إما بينها تقارب أو تماثل أو تجانس أو تباعد، فهنا تقارب أهو. كذبت ثمود وعاد بالقارعة. كذبت ثمود وعاد بالقارعة. عاد بالقارعة حكمها تنوين بعد حرف باء. خلاب. جميل، نقراها مرة تانية. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. كذبت ثمود وعاد بالقارعة. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. كذبت ثمود وعاد بالقارعة. وصلنا هنا عشان المعنى يتم، المعنى يتم. بس طبعا نسأل الله عز وجل أن يطيل نفسكم. قولوا أمين. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وشفاء همومنا وجلاء أحزاننا ونور أبصارنا وقلوبنا يا رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.